حضر الرئيس جمال عبد الناصر وضيفه الكبير المارشال كيتو احتفال الشباب بعيد الوحدة الأول، ومع أن وصل الرئيس وضيفه إلى ميدان الجمهورية حتى تعالت هتافات الشباب الذين احتشدوا في الميدان منذ الصباح الباكر ممثلون طلبة الجامعات والمدارس في إقليمي الجمهورية. وقف السيد كمال الدين حسين يبايع الرئيس جمال عبد الناصر بالنيابة عن ملايين الشباب في الجمهورية العربية ليكون قائدا لهم ورائدا يقودهم من نصر إلى نصر. ثم تحدث الشباب، فوقفت طالبة من الإقليم الشمالي تعلن عزم الشباب على المضي في حمل الأمانة، وتحدث طالب يمني عن دور شباب اليمن في بناء نهضة اليمن والوطن العربي كله. ثم تحدث طالب من الإقليم الجنوبي معبرا عن آمال الشباب العربي في تحقيق القومية العربية رغم المؤامرات والدسائس. وقف الرئيس جمال عبد الناصر وسط الهتافات الصادرة من أعماق القلوب، وقف يخاطب شباب الجمهورية العربية المتحدة ويحمله مسؤولية الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهدافه الكبار في تثبيت الاستقلال وتدعيم القومية العربية وحمايتها من خطط الإبادة والتفتيت. وحمل الرئيس الشباب أمانة العمل من أجل الغد.